واليوم إن شاء الله موضوعنا استكمال للجيكويري HTML، لكن نتعرف على 3 methods جديدة. تعرفنا إحنا في الفيديوهات السابقة على التكست وال HTML والval methods. اليوم إن شاء الله رح نتعرف على الappend والprepend والafter والbefore. هناخد أول حاجة الappend والprepend then الafter والbefore. الappend بتدرج content في element معين في أوله. خلينا نعمل كده هنا comment. عنا prepend prepend insert تعمل تعمل insert content تعمل insert content at the beginning of a selected item. يعني في بداية item معين. طيب الappend نفسها لكن بتعمل insert content at the end of a selected item. يعني تنتين نفس الحاجة بس واحدة بتدرج في البداية واحدة بتدرج في النهاية. ايش يعني؟ عندنا simple very simple HTML structure two paragraphs وعندنا order list جواها three LIs e-business bomb و health وعندنا two buttons append و append to text نعمل append للtext و append للlist. شوف كده. طيب أنا بدي أقول له والله لما أجي أضغط على append text حط لي content append يعني at the end. حط لي content at the end of this paragraph. تمام؟ طيب خلينا نشوف. ده اقول له دولار button 1 id dot click function. لما اضغط اوكي بدي اقول له اعمل لي على الباراجراف باراجراف بشكل عام ننساش الدولار ساين على سيلكتور الباراجراف دوت append بدي اقول له هاي مثلا ونشوف شايفين كيف عمل هاي 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 هنعمل زوم دعمل append خلينا نعمل inspect ونشوف ايش صار جوا الباراجراف يعني ما عملش تاج جديد في نفس التاج الموجود عمل زي يعني اضافه للتكست جوا الباراجراف. هلا لو انا قلت له هنا قلت له كلاس مثلا بار 1 طبعا اسم الكلاس مش معبر يعني بس انه احنا جست بنوضح الفكره لانه هي باراجراف اساسا الكونتنت. طيب هلا هي عندنا this is a paragraph لو طلعنا في ال HTML هي this is a paragraph. طيب بدي اقول له append text هي عمل بس في الاولى ليش؟ لانه هي مختل كلاس. طلعنا في الكونتنت هي عمله في النهايه. طيب هو انت بتقول لنا انه الابند هي بتعمل end بتدرج content في الاند في نهاية selected item. طيب prepend هنجرب prepend هاي prepend شوف وين عملت. طبعا اسم البوتون محتاجين نغيره يعني لو بدنا نشتغل prepend هقول له هنا او هنا ممكن اقول له append prepend حسب الكود عشان ما نضلناش نغير append prepend اوكي هيا وين نعمل لي عمل لي في بدايه هيو قبل هاي this is a paragraph ضف لي هاي لكن لما قلنا append ضافها بعد كلمه this is a paragraph. هذا بالنسبه للappend والprepend للtext. طيب قبل بنفع هذه تاخد HTML formatting بدها تاخد markup بتقدر تاخد tag ينفع اقول له هنا bold هنا بولد نشوف
بنفع اقول له طيب هذا مش بس بولد كمان italic، او اذا قلنا بولد مفروض نقول هنا strong. تذكرين يا بزنس strong سيمانتيك اصح. هاي تمام. يبقى بنفع تاخد، شفنا الفرق بين البريبند والابند، بيدرج كونتنت في نفس التاج، بيعملش نيو تاج، بنفس التاج في نهاية التاج بنستخدم append إذا بدي أدرج في نهاية التاج، وإذا بدي أدرج في بداية التاج بقول له prepend. وبنفع تاخد كمان markup، يعني بقدر أعطيه markup. طيب بنفع هنا أقول له مش شرط formatting، بنفع أقول له هنا ضف لي إياها span، بنفع أقول له ضف لي إياها span، نشوف هي سبان جوا الباراجراف مش تاج جديده. تخيل كيف كنا نعمل هذا الكلام في لما تعلمنا ال HTML دوم، كيف بنعمله هلا ببساطه بالجيكويري. هاي السبان جوا مين؟ جوا الباراجراف. طيب هذا بالنسبه للتكست. طيب خلينا نعمل على الليست، لا هي بوتن 2، هذا للتكست. نجرب على مثال تاني اللي هو الليست بوتون 2. بدي اضيف، انا عندي هنا ثلاث تخصصات، بدي اقول لما اضغط على append ضف لي كمان الاي. الاي هي وين حيضيفها؟ ما انه انا بستخدم prepend واappend، يعني هو بيشتغل جوا التاج، فحيشتغل جوا مين؟ جوا الاو ال، يعني حيكتب جوا الاو ال. معناها انا حقول له والله الاو ال، ممكن اقول له دوت prepend ال اي ضف لي النيرسينج، بانه هو مش موجود، ضف لي النيرسينج بانه هو مش موجود عندنا في الليستة، عندنا اي بزنس وبومو هيلث. نعمل كده ريفرش وهي نطلع هي الاو ال فيها الاي 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 ثلاثة. حاجة اضغط append ضف لي الاي نيرسينج، هيها هي اي نيرسينج. ليش ضافها في الاول؟ ليش اعطاها رقم واحد تلقائي؟ لانه اصلا انا مستخدمة ال اي ومستخدمة ordered list، يعني ممكن استخدم ان ordered list لحاله حيضيف. اوكي سوري، محتاجين هنا نقول يو ال، تمام لحاله بيفهم. لو انا قلت له append هيضيفها وين؟ هيضيفها في الاخر. طيب لو انا ما قلتلوش ال اي، كل الاسئله بتسالوها نفسكم يا بزنس، ضافها ككونتنت، هيها ضافها ككونتنت يعني كتكست كده بالهوا، مش ضمن مش تاج، فانا حطيت ال اي عشان يضيف تاج جديده جوا اليو ال. هذا بالنسبه للابند والبريبند. طيب لو احنا اجينا بنفس الطريقه وعملت انا كمان بوتونز، بدي اقول له بيفور وافتر، واقول له هنا بيفور وافتر، او خلينا مبدئيا على التكست هاي بوتون عشان وقت الفيديو، هاي بوتون 3. وبدي اجي اقول له والله هاي بيفور وافتر، واقول له والله لما يضغط على بوتون 3، بوتون 3 ضف لي، خلينا ناخذ على باراجراف 1 هنا، ضف لي كونتنت دوت بي 1، بس بدي اقول له بدل append اقول له before، بدي اقول له I am before function او method، ونشوف ايش بده يصير. هاي الباراجراف ما اشتغل عليها اللي هي مين؟ باراجراف 1.
هذه. طيب I am before method. لاحظ أول حاجة إجت في line لحال. طب إيش اللي صار؟ طلع كده I am before method. هلأ هاي الباراجراف احنا بنعرف انه الباراجراف هي blocked، هي block element، فهي مسكرة الشاشة من أولها لآخرها، هيك احنا كنا بنقول مصطلح. يبقى معناها هاي إجت قبل. طب خلينا نجرب نحط هذه ب tag، يعني هاي معناها before، يعني هي قبل شوية. البريبند هي أدرجت تكست جوا التاج بس ببداية الكونتنت، بيفور أدرجته برا التاج. يعني لو أنا قلت له هذه باراجراف، احنا بنعرف ما بينفعش باراجراف جوا باراجراف، منطقيا تكون برا، وهي بيفور نشوف كده هي. يبقى الفرق بين البريبند والبيفور، البريبند بتدرج كونتنت جوا التاج. يا جماعة هاي نعمل كده، هاي append، شوف وين جوا التاج، هاي تاج الباراجراف، هاي تسكيرته جوا التاج. لكن البيفور ايش بتعمل؟ بتدرج برا التاج، قبل التاج لكن برا التاج. يبقى البريبند جوا التاج في بدايته، في بداية الكونتنت تبعه، لكن البيفور تاج جديدة برا التاج الموجودة بس قبلها. طيب لو أنا قلت له بدل البيفور هنا قلت له after، لو أنا قلت له after نضغط كده I am، خلينا نقول نعدلها I am after method عشان يكون منطقي، هي I am إجت بعدها. طيب إجت بعدها هيها في تاج جديدة، بس هي paragraph 1 إجت بعدها. يبقى البيفور هي بتدرج، بقدر أدرج أنا content قبل selected item، قبل كامل يعني قبل التاج كلها، لكن الأبند في نفس التاج في نهايتها at the end of the selected element. هذا الفرق بين الأبند والprepend وafter وbefore، والفرق كمان يعني لازم نكون عارفين ايش الفرق بين البريبند والابند لحال، والبيفور والافتر ايش الفرق بينهم، وبعد كده لازم نكون فاهمين ايش الفرق بين البريبند والبيفور والابند والافتر. وقتش بستخدم هاي وقتش بستخدم هاي على حسب الاستراكشر الموجود عندي. تخيلوا الكلام هذا لما كنا نعمله بال HTML دوم قديش كنا بنحتاج انه احنا يعني نمشي ب مالتيبل ستيبس عشان نقدر نعمل الكلام هذا. طيب النقطة الأخيرة اللي بدي أختم فيها الفيديو، هل أنا بقدر أضيف مجموعة من الإليمنتس باستخدام الأبند أو البريبند؟ هل ممكن أنا أضيف أكثر من تاج أو أكثر من يعني كونتنت، مش بس يعني سينجل كونتنت؟ أكيد بقدر، لأنه الأبند أو البريبند بتاخد يعني more than one parameter. يعني ممكن أجي أقول له أنا ضف لي كمان مثلا span، بدي أسميها second add، وهي span، ونشوف. اوكي هاي I am after method وهي second، ونشوف كيف نضافه. هاي الـ I am after في الباراجراف وهي للسبان. يبقى أنا بقدر أضيف more، بقدر تاخد append أو prepend أو after أو before، بتاخد more than one parameter. اللي بدي أطلبه منكم إنه يعني تطبقوا هذا الكلام كله، لكن في نقطة أنا ما عملتهاش في الفيديو بدي إياكم أنتوا تعملوها. بدي تعرفوا 3 variables، variable ياخد element HTML زي مثلا span، واحد ياخد value باستخدام الجيكويري زي الدوت تكست أو الدوت HTML methods اللي هتعلمناهم في الفيديوهات السابقة، وتعملوا create element، الفاريبل الثالث تعملوا create element باستخدام الدوم وتحطوا فيه content باستخدام الانر HTML، وبالتالي صار عنا 3 variables معرفين، واحد بال HTML المباشرة، واحد بالجيكويري، واحد بالدوم. وبعد هيك الثلاثة هدول بتقدروا تعملوا لهم append أو prepend أو after أو before وجربوهم.
تمام، يعطيكم ألف عافية، بتمنى يكون الفيديو واضح. موفقين إن شاء الله.